بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مجددا في مقرر الإدارة الدولية. إن شاء الله اليوم رح ناخذ موضوع جديد متعلق بالتخطيط الاستراتيجي الدولي، وهو الموضوع الثامن، التخطيط الاستراتيجي الدولي. موضوع ممتع. خلينا في البداية نحكي شو يعني تخطيط استراتيجي. لو سألنا سؤال الآن، تمام، كل واحد هيك يفكر لمدة 5 ثواني، شو يعني تخطيط استراتيجي؟ لما نحكي تخطيط استراتيجي هو عبارة عن إيش؟ بتوقع إيش؟ هو عبارة عن تخطيط بعيد المدى، يأخذ هذا التخطيط في الاعتبار جميع المتغيرات، سواء كانت للبيئة الخارجية أو كانت للبيئة الداخلية، تمام؟ وبنفس الوقت بحاول إنه يحدد جميع الشرائح والقطاعات والأسواق المستهدفة، إضافة لطرق المنافسة، تمام؟ إذن هو عبارة عن تخطيط ماله بعيد المدى، هو عبارة عن تخطيط بعيد المدى، يأخذ بعين الاعتبار جميع المتغيرات والعوامل التي تندرج تحت البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، وبيحدد لي الشرائح والقطاعات والأسواق المستهدفة، تماما، إضافة لطرق المنافسة، يعني كيف أنا راح أنافس مين؟ الآخرين، المنافسين، شو الاستراتيجيات اللي أنا راح أتبعها، أو شو الخطة الاستراتيجية اللي أنا راح أتبعها والتكتيك اللي أنا راح أتبعه حتى أتغلب على المنافسين. ليش؟ لأنه بكل بساطة سواء كانت بيئة محلية أو كانت بيئة دولية، المنافسة شديدة، كل واحد أو كل منافس بحاول أنه يحقق أرباح عالية، كل منافس بحاول أنه يزيد حصته السوقية، كل منافس بحاول أنه تكون علامته التجارية هي أقوى علامة من ضمن العلامات التجارية الأخرى وتكون راسخة في أذهان المستهلكين. مشان نصل لهاي النقطة، كل شركة أو كل مؤسسة في عندها خطة استراتيجية وتكتيك معين بيساعدها إنها تزيد حصتها السوقية، تزيد مبيعاتها، تكون منتجاتها إيش، تحقق أرباح عالية. طيب، فكرة التخطيط، لما نحكي كلمة التخطيط بحاول إنه يجاوبني على سؤال معين. تتوقعوا شو السؤال؟ إلى أين نحن ماضون؟ لوين أنا رايح؟ يعني باختصار شديد، أنا بشركتي لما أخطط رح أسأل حالي السؤال، الخطة هاي لوين رح تأخذني؟ تمام؟ إلى أين نحن ماضون؟ لذلك عادة التخطيط الاستراتيجي أو الخطة الاستراتيجية بتنقل الشركة أو المؤسسة من ليفل لليفل أعلى، من ليفل لليفل أعلى، تمام؟ من مستوى لمستوى أعلى. طبعاً ما أخذ بعين الاعتبار أكيد الرؤية المستقبلية للمؤسسة، شيء طبيعي جداً، لأنه أنا في عندي في شيء اسمه فيجن وفي عندي شيء اسمه ميشن ورح نحكي فيها، تمام؟ أكيد راح أخذ بعين الاعتبار الرؤية المستقبلية للمؤسسة وعلاقات التكامل والارتباط بين جميع جوانب هذه المنظمة. طيب، إذن التخطيط أو التخطيط الاستراتيجي يعتبر من أحد المكونات الأساسية للإدارة الاستراتيجية. إذن التخطيط يعتبر أحد المكونات الأساسية لإيش؟ للإدارة الاستراتيجية. طيب، في عندي شيء اسمه ملامح التخطيط الاستراتيجي، تمام؟ خليني أوضح لكم بعض الملامح المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي. أول شغلة أو أول نقطة، إنه التخطيط الاستراتيجي هو عبارة عن نظام متكامل، تمام؟ نظام متكامل بتم بخطوات متعارف عليها، بدءا من التحليل البيئي ودراسة البيئة الداخلية ودراسة البيئة الخارجية، وبعدين اختيار الاستراتيجية المناسب، بعدين تطبيق الاستراتيجية وتنفيذها، وبعدين مرحلة المتابعة والتقويم. النقطة الثانية،
بيحدد لي مسار المبادرة مستقبلا، واضح؟ بيحدد لي مسار المبادرة ايش؟ مستقبلا. فبالتالي عندي في شيء اسمه الميشن تبعت الشركة او الكومباني اللي هي الرسالة، تمام؟ بحيث انه تضمن الرسالة تلك المبادرة واهدافها والخطوات اللازمة لتحقيق هذا الامر. النقطة اللي بعدها احنا بنحكي في ابرز الملامح للتخطيط الاستراتيجي. يتم من خلال هذا التخطيط برضه تحديد المجالات اللي بتميز المبادرة مستقبلا، إضافة إلى تحديد جميع الأنشطة والأعمال المتعلقة بالمبادرة مستقبلا. يعتبر التخطيط الاستراتيجي برضه عبارة عن رد فعل لجميع نقاط الضعف والقوة في طريقة أداء المبادرة، إضافة إلى جميع التهديدات والفرص من البيئة الخارجية، وذلك ليش؟ بهدف تنمية وتطوير مجالات التنافس، اللي أنا النقطة أشرتها قبل شوي في تعريف التخطيط الاستراتيجي، تمام؟ برضو من أبرز ملامح التخطيط الاستراتيجي أنه يعتبر رد فعل لجميع نقاط القوة والضعف زي ما حكينا، وهو أسلوب عمل على جميع المستويات. يعني أنا لما أجي أدرس البيئة الداخلية، احنا حكينا بدي اشوف نقاط القوة والضعف، فانا راح ادرس جميع المستويات سواء في الادارة العليا او في الادارة الوسطى او في الادارة الدنيا. لذلك في عندي ثلاث مستويات الاستراتيجية، في عندي استراتيجية المنظمة اللي بتكون على صعيد الشركة على صعيد المنظمة ككل، وفي عندي استراتيجيات وحدات الاعمال، وفي عندي استراتيجيات الوظائف. اذا لما اجي ادرس انا نقاط القوة والضعف بدي ادرس الثلاث مستويات جميعا، واضح؟ وبعدين التخطيط بيساعدني اني احدد ابرز المزايا والعوائد التنمويه، تمام، اللي راح تحقق لي اياها مستقبلا. يعني انا لما اجي اخطط اكيد في ادفانتجز، في عندي مزايا انا راح اخذها في المستقبل. طيب تقريبا يعني هاي مقدمه عن التخطيط الاستراتيجي الدولي حتى تتبلور الصورة بشكل أوضح، تمام؟ الآن في الموضوع رح نحكي عن مفهوم التخطيط الاستراتيجي الدولي، رح نحكي عن مراحل التخطيط الاستراتيجي، تمام؟ وزي ما أشرنا لنقطة مهمة جدا اللي هي الفيجن والميشن. بالآخر التخطيط الاستراتيجي هو بيساعد الشركة أو المؤسسة إنها توصل لرؤيتها، تمام، انها توصل لرؤيتها وبساعدها انها تحقق ايش؟ اهدافها من خلال ايش؟ الاستراتيجية او الاستراتيجية زي ما احنا شايفين. طيب خلينا نحكي انه التخطيط هو تحديد الاهداف وتحديد العمل الضروري لتحقيقها. طيب احنا بنحط خطة ليش؟ لو اسألكوا سؤال، انا بحط خطة استراتيجية ليش؟ شو السبب؟ سبب لوضع الخطة الاستراتيجية انه بيساعدني اني احدد اهدافي واني اوصل لتلك الاهداف. اذا اي شركة او اي مؤسسة في دائما عندها اهداف، صح ولا لا؟ وتسعى لتحقيقها، وهذا هو السبب الجوهري لوجود الشركة او المؤسسة. في عندي اهداف معينة وبدي اوصلها، انا بكل بساطة بدي اوصلها. طب كيف انا راح اوصل لهي الاهداف؟ من خلال وضع الخطة الاستراتيجية. طيب الآن الإدارة أو الشركة لما تيجي بدها تحط خطة استراتيجية، دايركت هيك مباشرة بنيجي بنحط خطة استراتيجية؟ يعني أعطيكم مثال، أنا نفترض أني أنا مثلا شركة بصنع نحكي مثلا منتجات غذائية، أوكي، أو شركة ملابس. طيب في عندي أهداف، صح ولا لا؟ بدي أوصلها. طيب الفكرة الآن، وفي عندي رؤية الآن، الأهداف أنا أبدأ أوصلها، في عندي خطة، لازم أحط خطة. الخطة لازم هيك أحطها بدون أي دراسة، بدون أي تقييم، بدون أي تحليل، بدون ما أعمل شيء اسمه environmental scanning أو التحليل البيئي. تتوقعوا واحد ممكن يحكي لي آه بتزبط، مزبوط كلامك، هي بتزبط، أنا ممكن أني أختار خطة استراتيجية، ما فيش مشكلة. لكن لما أجي أطبق الخطة الاستراتيجية وأجي أعمل عملية المتابعة والتقويم لهذه الخطة الاستراتيجية، هل أنا بالآخر بعد فترة زمنية معينة هل راح أوصل لهدفي؟
الإجابة المنطقية لا. ليش؟ لأن اختياري للاستراتيجية ما كان مرتبط بنقاط القوة والضعف اللي الآن رح نشرحها والفرص والتهديدات. في شيء احنا لازم نعمله تمام قبل ما نختار الخطة الاستراتيجية، في شيء اسمه environmental scanning أو التحليل البيئي أو تقييم بيئة المنشأة. تقييم بيئة المنشأة بيعتمد على إيش؟ بيعتمد على نقاط القوة والضعف للبيئة الداخلية تمام والفرص والتهديدات كنتائج لتحليل البيئة الخارجية. إذا من خلال الجملة اللي أنا حكيتها، في عندي نوعين من البيئة، البيئة الداخلية للمنظمة وفي عندي البيئة الخارجية للمنظمة. إذا لازم أعمل إيش؟ أعمل evaluation، أعمل تقييم، أشوف أنا حالي الآن شو إمكانياتي المتاحة، أشوف شو نقاط القوة، أشوف شو نقاط الضعف الموجودة عندي، وأشوف شو في عندي فرص في البيئة الخارجية ممكن أني أستفيد منها، وشو في عندي تهديدات ممكن تأثر علي، صح ولا لا؟ إذا التخطيط الاستراتيجي هو تقييم بيئة المنشأة ونقاط قوتها الداخلية، ومن ثم تحديد اتجاهات وأهداف المنظمة وتخصيص الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف المطلوبة. كلمة تخصيص الموارد معناته بتندرج تحت مسمى إيش؟ تحت مسمى إمكانيات المنظمة. لذلك قبل ما أني أنا أختار الخطة الاستراتيجية اللي هي راح توصلني لهدفي، لازم أعمل عملية تحليل بيئي، أعمل عملية تحليل بيئي وراح أشرح لكم إياها كمان شوي. لذلك عندما تعمل المنظمة في الأسواق الدولية تصبح البيئة أوسع وشاملة في عدة أقطار وربما في عدة قارات، زي مثلا الشركات العالمية والشركات اللي هي المالتي ناشونال كومباني أو الشركات المتعددة الجنسيات، بتشتغل على مستوى دول وعلى مستوى قارات. الآن عملية التحليل البيئي في البيئة المحلية تمام، نفترض أنا كشركة محلية، هل راح تكون العملية سهلة لما نيجي نحلل مثلا تحليل بيئي على مستوى أنا بشتغل كشركة بشتغل مع أكثر من دولة؟ أكيد لا. ليش؟ أكثر من دولة على مستوى القارات راح نشوف في عندي اختلافات في البيئة. اختلافات في البيئة بتصور الكلمة مش جديدة علينا. لو رجعنا للموضوع الرابع ورجعنا للموضوع الخامس اللي بتحدث عن البيئة السياسية والقانونية والتشريعية، واللي بتحدث عن البيئة الثقافية والاجتماعية، إذا هاي كلها بتندرج تحت مسمى إيش؟ تحت مسمى البيئة الداخلية ولا البيئة الخارجية؟ تتوقعوا؟ فكروا. سامع حدا بحكي لي البيئة الخارجية، صح؟ البيئة الخارجية. ليش؟ رح نعرف كمان شوي. إذا الفكرة عملية التحليل رح تصير عندي على مستوى أوسع، تمام؟ لما نحكي على التخطيط الاستراتيجي الدولي، عملية التحليل رح تكون على مستوى أوسع أشمل. ليش؟ لأنه في عندي اختلافات وفروقات بيئية بين هذه الدول، حتى في نفس القارة أو حتى على إيش عدة قارة، واضح؟ أو حتى على عدة قارة. طيب، إذا الآن من خلال التعريف واضح فهمنا كلمة التخطيط الاستراتيجي ومفهوم التخطيط الاستراتيجي، تمام؟ زي ما حكينا في بداية المحاضرة إنه بيشتغل على إنه يكون تخطيط بعيد المدى، بيأخذ في هذا التخطيط عدة اعتبارات مرتبطة في البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، وبدي أحدد طبيعة الشرائح والقطاعات والأسواق المستهدفة. طيب خلينا نشوف الآن اللي هي مراحل التخطيط الاستراتيجي. مراحل التخطيط الاستراتيجي زي ما احنا شايفين في الرسم الأمامنا هون، أول مرحلة اللي هي إيش؟ البداية المسح البيئي، تمام؟ اللي هو environmental scanning، تمام؟ بعد ما نعمل environmental scanning ونشوف دراسة البيئة الداخلية ونشوف دراسة البيئة الخارجية، نعمل شيء أو ننتقل للنكست ستيب اللي هي strategy formulation، تمام؟ اللي هي strategy formulation اللي هي صياغة الاستراتيجية. بعد ما نخلص من strategy formulation نيجي على strategy implementation. strategy implementation اللي هي بتيجي بتحكي على
تطبيق وتنفيذ الاستراتيجية. بعد ما ننفذ ونطبق الاستراتيجية راح نشوف إنه هاي المرحلة في عندي سهمين إذا بتلاحظوا، اللي هي رايحة على المتابعة وإيش والتقييم اللي هي الإيفاليويشن، تمام؟ وفي عندي سهم راجع من الإيفاليويشن على تنفيذ الاستراتيجية. نسأل سؤال، تمام؟ وفكروا فيه، ليش هاي المرحلة هنا في عندي هنا سهمين، أما المراحل السابقة كانت عبارة عن سهم واحد؟ أنا عملت مسح بي إيه، كمان مرة عملت مسح بي إيه، بعمل إيش؟ استراتيجي فورموليشن، صح ولا لا؟ صياغة استراتيجية، بعدين بنزل على استراتيجي إمبليمنتيشن. طيب هاي سهم واحد، لكن في هاي المرحلة في عندي سهمين، ليش؟ لأنه في مرحلة تنفيذ استراتيجية أنا بتابع، صح ولا لا؟ بتابع وباخذ الفيدباك، باخذ الفيدباك بشوف هل الخطة ماشية على المسار الصحيح ولا لا، تمام؟ إذا ماشي على المسار الصحيح أوكي، إذا مش ماشي على المسار الصحيح بدي أرد أرجع، لاحظين؟ راح أرد أرجع، لذلك هاي المرحلة فيها سهمين، راح أرد أرجع وأعمل تعديل على الخطة، راح أرد أرجع وأعمل تعديل على الخطة. إذا عملية التخطيط هل هي عملية مؤقتة أم عملية مستمرة؟ هون السؤال، عملية التخطيط هل عملية مؤقتة أم عملية مستمرة؟ سامع حدا بحكي لي من بعيد إنها عملية مستمرة، صح كلامك، هي عملية مستمرة. ليش عملية مستمرة؟ أنت بتخطط قبل التنفيذ وبتخطط أثناء التنفيذ. كيف بخطط أثناء التنفيذ؟ هاي المرحلة اللي احنا شايفينها هون، تمام؟ أنا بنفذ، تمام؟ وممكن يجيني فيدباك إنه في عندي شوية مشاكل، في عندي شوية انحرافات، طلعت على المسار الصحيح، يلا نرجع نعمل تعديل على الخطة ونرجع الخطة على المسار الصحيح. إذا في عندي تخطيط أثناء التنفيذ. طب شو الخطوة الثالثة اللي هي التخطيط؟ إيش حكينا؟ قبل التنفيذ، أثناء التنفيذ، وبعد التنفيذ. بعد التنفيذ اللي هو احنا كلياتنا بنعرف ان الخطة الاستراتيجية بتم تنفيذها على مراحل، تمام؟ لان الخطة مالها طويلة الأجل، 3 سنوات فأكثر، فبالتالي ممكن في أي مرحلة أو في أي جزئية من تنفيذ الخطة استفيد من هاي الأمور اللي صارت عندي، بحيث أني أعمل تعديلات على الخطط اللاحقة وأتلافى هذه المشكلات المستقبلية. واضح؟ إذا ننتبه كمان مرة، إحنا في عندنا مسح بيئي، ننزل بعدين على الاستراتيجي فورموليشن، بعدين ننزل على الاستراتيجي إمبليمنتيشن، أوكي؟ بعدين نروح على الإيفاليويشن اللي هي المتابعة والتقييم، بعدين هاي عبارة عن two way communication، تمام؟ بتابع وبتجيني نفس الوقت اللي هي الفيدباك أو التغذية اللي بسموها الراجعة أو المرتبة. إذا اتفقنا إنه أول مرحلة اللي هي المسح البيئي. طيب كلام جميل جدا. شو يعني مسح بيئي؟ لما نيجي نحكي مسح بيئي، شو يعني مسح بيئي؟ يعني أنا بدي أعمل تحليل بيئي للمنظمة. طيب معناته في عندي إيش؟ في عندي تحليل البيئة الداخلية وعندي تحليل البيئة الخارجية، تمام؟ عندي تحليل البيئة الداخلية وعندي تحليل البيئة الخارجية. لما أجي أحلل البيئة الداخلية، أوكي؟ راح أطلع بنتائج. بعد ما أحلل البيئة الداخلية راح أطلع بنتائج. شو النتائج هاي؟ عبارة عن strength وعبارة عن weaknesses، strength and weaknesses، تمام؟ اللي هي القوة والweaknesses اللي هي الضعف. كمان مرة، strength اللي هي القوة والweaknesses اللي هي الضعف. طيب حلو. وفي عندي ما ننساش كمان برضو البيئة الخارجية. البيئة الخارجية عبارة عن إيش؟ عبارة عن opportunities وعبارة عن threats، تمام؟ opportunities اللي هي الفرص، اللي هي الفرص، والthreats زي ما احنا شايفين اللي هي التهديدات. اذا نتائج تحليل البيئة الخارجية زي ما احنا شايفين اللي هي الفرص والتهديدات. اذا نرجع للسلايد اللي قبله، انه هون انا بحكي على ايش؟ المسح البيئي هي اهم مرحلة واول خطوة من مراحل التخطيط الاستراتيجي اللي هو المسح البيئي، تمام؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض المسح البيئي.
في المسح البيئي هنا بحكي لي بدي أدرس البيئة. طبعاً الكلام اللي إحنا حكيناه قبل شوي هو بالإنجليش، تمام؟ أنا برجع بأكد على نقطة مهمة، إني بعطيكم بعض المصطلحات باللغة الإنجليزية مشان يكون عنا خلينا نحكينا البيسك الكونسبت، تمام؟ البيسك كونسبت تبعت المصطلحات المهمة في الإدارة الاستراتيجية. فنعرف إنه strength, weakness, opportunity, threats، هاي الأمور مهمة جداً نستفيد منها الآن في المقرر، وممكن نستفيد منها بعدين لما نخلص مثلاً جامعة ونشتغل، أو أثناء التريننج التدريب، تمام؟ نشوف بعض الشركات أو الموظفين بيستخدموا هاي المصطلحات بالإنجليش. طيب نيجي على أول نقطة اللي هي دراسة البيئة، اللي هو تحليل البيئة، اللي هي أول نقطة اللي هي البيئة الداخلية. طيب في البيئة الداخلية بحكي لنا بدرس البيئة الداخلية، تسعى الشركة إلى معرفة تحديد قدراتها قبل أن تحدد أهدافها. آه. إذا أول شغلة بدي أعرف شو إمكانياتي. كلمة أعرف شو هي إمكانياتي، أعرف شو هي قدراتي، أعرف شو هي إمكانياتي وقدراتي، معناته لازم أنا أعمل تحليل للبيئة الداخلية، أعرف شو نقاط القوة اللي أنا بمتلكها، وأعرف شو نقاط الضعف اللي أنا إيش بمتلكها، تمام؟ أعرف شو نقاط القوة وأعرف شو نقاط الضعف اللي أنا إيش بمتلكها. ممكن على سبيل المثال نحكي نقاط قوة، عندي رأس مال كويس، عندي نسبة سيولة مرتفعة، عندي علامة تجارية قوية، عندي معدل مبيعات مثلا مرتفع، كل هاي تعتبر عبارة عن إيش؟ عبارة عن نقاط قوة. طبعاً إحنا هاي تصفر عن إكزامبل، يعني عبارة عن أمثلة. لما نيجي نحكي مثلاً الضعف، الضعف ممكن نحكي مثلاً الحصة السوقية للشركة منخفضة، ممكن نحكي المهارات الموظفين مثلاً افتقروا لمهارة معينة، ممكن نحكي الآلات قديمة عندي، ممكن نحكي نسبة التالف عندي مرتفعة. في أمثلة كثير لا إيش نقاط الضعف، تمام؟ كذلك إيش الفرص والتهديدات. طيب لكن الفرص والتهديدات اللي هي تحت مسمى نتائج تحليل البيئة إيش الخارجية. تتعلق نقاط القوة والضعف بأوجه قصور داخلية، بينما تنشأ الفرص والتهديدات من البيئة الخارجية المحيطة للشركة. إذن باختصار، تمام، نقاط القوة والضعف مرتبطة في البيئة الداخلية، والفرص والتهديدات مرتبطة في البيئة إيش الخارجية. لما نيجي نحكي الآن رح ننتقل على البيئة الخارجية. دراسة البيئة تنقسم لشقين أو إلى فرعين، اللي هي البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. الآن لما نحكي بدي أدرس البيئة الخارجية، معناته في عندي عوامل ومتغيرات. لكن قبل ما نيجي للعوامل والمتغيرات، لو هيك يعني نعرفها، إنه البيئة الخارجية عبارة عن إيش؟ مجموعة من العوامل والمتغيرات تؤثر على المنظمة، بتؤثر على الشركة، لكن لا يمكن، كمان مرة، لا يمكن التحكم والسيطرة عليها. بينما لو رجعنا هون على البيئة الداخلية، هي مجموعة من العوامل والمتغيرات التي تؤثر على المنظمة، لكن يمكن التحكم والسيطرة إيش عليها. طيب إذا عرفنا الفرق الجوهري بين البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. البيئة الداخلية عندي مجموعة من العوامل والمتغيرات تؤثر على المنظمة، يمكن ولا لا يمكن التحكم بها، يمكن ولا لا يمكن التحكم، يمكن التحكم بها. يعني أعطيكم مثال، عملت أنا تحليل للبيئة الداخلية، تمام، وشفت مثلاً عندي الموظفين بالشركة، تمام، من خلال تحليل البيئة الداخلية شفت أنهم ما بيعرفوا يشتغلوا على برنامج إكسل، just for an example، مثال، ما بيعرفوش يشتغلوا على برنامج إيش إكسل. طيب نقطة قوة ولا ضعف؟ ما بيعرفوا يشتغلوا على برنامج إكسل، إذا تعتبر نقطة إيش؟ نقطة ضعف. أنا كإدارة شركة مش ممكن إن أتحكم بنقطة ضعفها ولا لا؟ أكيد ممكن. كيف؟ ممكن أحط برنامج تدريبي، كورس يأخذوه الموظفين، تمام، مدة شهر على سبيل المثال،
ويصيروا قادرين على التعامل مع برنامج إكسل بكل احترافية. واضح؟ لذلك هاي المتغيرات تمام يمكن المنظمة أو الشركة أنها تتحكم فيها. طبعا في مداخل كثير في البيئة الداخلية أنا مش راح أتعمق فيها، لأنه في عندي مثلا مدخل 7S على سبيل المثال من ضمن المداخل المتعلقة بتحليل البيئة الداخلية. واضح؟ لكن أنا مش راح أني أتعمق فيه أكثر. خلينا ننتقل للبيئة الخارجية، هي نرجع كمان مرة مجموعة من العوامل والمتغيرات التي تؤثر على المنظمة لكن لا يمكن التحكم والسيطرة إيش عليها. طب تعالوا نشوف طبيعة هاي العوامل والمتغيرات. في عندي متغيرات ديموغرافية، عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتكنولوجية محيطة تمام في بيئة الشركة أو المؤسسة أو الأسواق اللي أنا بتعامل معها أو الأسواق اللي أنا إيش بتعامل معها. طيب خلينا نحكي كعوامل اجتماعية من ضمن البيئة الخارجية. العوامل الاجتماعية هي تمثل إيش؟ تمثل خصائص اجتماعية، مثلاً القيم والمعتقدات السائدة في مجتمع معين، طبيعة العلاقات الاجتماعية، معدل النمو السكاني. طب أنا هل أنا كشركة أو مؤسسة هل أنا قادر إني أتحكم في النمو السكاني؟ أعداد مثلاً المواليد والوفيات إلى آخره؟ لا. لذلك الشركة أو المؤسسة بما أنها غير قادر أن تتحكم في عوامل البيئة الخارجية، ننتبه عوامل البيئة الخارجية، لازم إيش؟ أنها تتكيف. واضح؟ لازم أنها تتكيف مع طبيعة هذه المتغيرات. فالنمو السكاني مثلاً يعتبر من العوامل الاجتماعية، أسلوب المعيشة اللايف ستايل مثلاً تبع مجتمع معين، مثلاً بحب الفاست فود، بحب الأكل السريع ولا ما بحب الأكل السريع، تمام؟ نشوف في عندنا اختلافات طبعاً في المجتمعات حول دول العالم. لذلك أنا مثلاً كشركة أغذية، كشركة مثلاً ماكدونالد على سبيل المثال، لازم أدرس مثلاً أسلوب المعيشة للسوق اللي أنا مثلاً حاب إني أشتغل فيه. هل مثلاً المجتمع بتقبل فكرة الأكل الفاست فود ولا لا؟ على سبيل المثال، واضح؟ أو النمو السكاني، معدل النمو السكاني مرتفع، معناته ممكن يصير إيش؟ في عندي زيادة على الطلب، صح ولا لا؟ إذن هاي تعتبر فرصة، هاي تعتبر إيش؟ فرصة. إذن هاي تحت تندرج تحت مسمى العوامل الاجتماعية. طب تعال نحكي على العوامل الاقتصادية. مثلاً لما نيجي نحكي زي متوسط الدخل، تمام؟ أو لما نيجي نحكي على النظام التصدير والاستيراد، تمام؟ اللي هو بتبع حسب نظام الحصص، عادةً في قوانين معينة مسموح لك إنك تستورد بنسبة معينة ومسموح لك تصدر مثلاً من المنتج المحلي، تمام؟ بنسبة معينة. إذاً في أنظمة معينة لازم إيش؟ إني أتكيف معها، وهي بتندرج تحت مسمى العوامل الاقتصادية التي لا يمكن للمنظمة أو الشركة أن تتحكم فيها. برضو مثلاً عندي الانفتاح الاقتصادي والمناطق الحرة، تمام؟ أو البنوك وتعاملاتها وانتشارها، وهي تعتبر مؤشر مهم، صح ولا لا؟ من ضمن العوامل الاقتصادية. طيب أنا كشركة أو مؤسسة حاب مثلاً أني أروح لبلد معين، أوكي؟ ومثلاً أفتح شركة، فرع للشركة، تمام؟ بهمني جداً أني أدرس العوامل الاقتصادية، وبهمني جداً أركز على البنوك، لأنه نحكي على العوامل الاقتصادية. بهمني أني أركز على البنوك، بهمني أشوف مدى انتشار هذا البنوك. طيب لما أشوف مثلاً بلد معين البنوك منتشرة بكثرة في كل مكان، وين ما تروح منشوف في عندي ATM وبنوك إلى آخره، معناته هنا دليل على إيش؟ دليل أنه في عندي حركة تجارية مالها نشطة في ذلك البلد، معناته عندي فرصة أني أستثمر. وضحت الفكرة؟ إذن هنا لازم ندرس البيئة الخارجية، أشوف عندي فرصة أو عندي تهديد. واضح؟ إذا عندي فرصة ليش ما أستغلها؟ إذا عندي فرصة ليش ما إيش أستغلها؟ طبعا برضو من العوامل اللي بتندرج تحت مسمى البيئة الخارجية في عندي العوامل السياسية
والقوانين والتشريعات، واضح؟ القوانين والتشريعات اللي بتنظمها الدولة، هل بشوف طبيعة هاي القوانين بتتناسب مع أهداف الشركة؟ هل إلي فرصة ولا لا؟ برضو بشوف قوانين العمل، أو ممكن أشوف قوانين مثلا منع التلوث مثلا والمحافظة على البيئة، هل المنتجات البرودكت تبعي اللي أنا بصنعه صديق للبيئة ولا لا؟ برضو قوانين الضرائب والجمارك مهمة جدا، خصوصا مثلا أنا لو حاب إني أدخل سوق بلد أجنبي عن طريق مثلا التصدير، التصدير معناته فيه أشوف أدرس طبيعة القوانين الجمركية، واضح؟ طبيعة القوانين الجمركية، والله لو الجمارك مثلا كانت منخفضة معناته في عندي فرصة للمنتج تبعي إنه إيش يدخل هذا السوق، صح ولا لا، في البلد الأجنبي. أما إذا الجمارك مرتفعة فبتصير عندي الفرص مالها أقل. برضو في عندنا العوامل الثقافية، مستوى الأمية، نظام التعليم الرسمي، تمام، أجهزة الإعلام ودورها في نشر المعلومات وتوعية المجتمع حول مثلا المنتجات الضارة بالصحة، الضارة بالصحة. إذا هاي كلها تحت تندرج تحت مسمى العوامل الثقافية. برضو في عندي العوامل التكنولوجية، والتكنولوجيا مهمة جدا الآن، مثلا زي مستوى التكنولوجيا المتاح، الموارد والإمكانيات المتاحة، المهارات البشرية الواجب توافرها، تمام، مناسبة التكنولوجيا لمتطلبات البيئة، مدى ملائمة البنية التحتية لتبني التكنولوجيا الحديثة. إذا كلها أمور تندرج تحت مسمى العوامل التكنولوجية، لذلك الشركة لازم تعمل environmental scanning وتدرس البيئة الخارجية، وتدرس البيئة الخارجية كمتغيرات ديموغرافية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، تكنولوجية، كلها محيطة، كلها مؤثرة بالشركة أو المؤسسة، وكلها غير قادرة إنه الشركة تتحكم وتسيطر عليها، غير قادرة إنها تتحكم وتسيطر عليها. الآن الشركة مرات بتعمل عملية مفاضلة بين الأسواق، في عندي بعض المؤشرات ممكن إنه أنا كشركة أنتبه لها، وهاي المؤشرات تساعدني إني تعمل عملية مفاضلة، يعني أختار هذا السوق، لا ما أختارش هذا السوق، بناء على إيش؟ بناء على درجة المخاطرة ومتوسط دخل الفرد، درجة المخاطرة ومتوسط دخل الفرد. طيب لذلك إحنا هنا بندرس إيش؟ العوامل الاقتصادية اللي هي من ضمنها زي ما حكينا البنوك وانتشارها، ومتوسط الدخل الفرد. متوسط دخل الفرد بعطيني مؤشر على إيش؟ بعطيني مؤشر على القوة الشرائية للفرد في ذلك البلد الأجنبي. إذا متوسط الدخل مرتفع معناته الفرد عنده قوة شرائية، تمام، قادر إنه يشتري منتجاتي، وبساعدني إني أصمم منتجات معينة. لذلك حكينا في التسويق الدولي إذا بنتذكر مع بعض، حكينا إنه ممكن أعمل تعديلات إجبارية وتعديلات اختيارية على المنتج، تمام؟ فإذا مثلاً بلد معين هو نفس البرودكت، نفس المنتج، بلد معين ممكن إني أقلل الجودة تبعته أو أقلل بعض المزايا الموجودة في المنتج حتى يتناسب مع متوسط الدخل المنخفض في ذلك البلد. أما إذا متوسط الدخل مرتفع، لا أنا بعمل هاي كواليتي وبحط مور فانكشنز أو بحط مزايا أكثر على المنتج. ويجب هنا أن نستخدم أكبر عدد ممكن من المؤشرات حتى نتخذ قرارات صحيحة. لذلك ننتبه لنقطة مهمة جدا، قد يكون متوسط دخل الفرد في بلد ما منخفض، لكن في عندي احتياجات وفرص كبيرة في هذا البلد. ممكن زي ما حكيت لكم متوسط دخل الفرد يكون عندي منخفض، طيب، لكن خلينا نحكي معدل النمو السكاني مرتفع. متوسط دخل الفرد عندي منخفض ومعدل النمو السكاني مرتفع، تعتبر فرصة ولا مش فرصة؟ تعتبر فرصة. لذلك احنا نرجع نحكي في عندي تعديلات اختيارية وفي عندي تعديلات إجبارية على المنتج. يعني كل منتج انا كشركة لما اجي اصنع منتج معين وبدي اتعامل مع سوق معين، وانا بتعامل مع اسواق مختلفة، واسواق مختلفة معناته بيئة مختلفة، عوامل اقتصادية مختلفة، عوامل اجتماعية مختلفة، عوامل
ثقافية مختلفة، عوامل تكنولوجية مختلفة، قيم، عادات، تقاليد مختلفة، قوة شرائية مختلفة، متوسط دخل الفرد عندي مختلف. لذلك أنا كشركة كمؤسسة بنتج منتج معين، بدي أعمل دراسة للسوق وأشوف مدى ملائمة المنتج. أنا بالآخر المنتج لما أعمله أو أصنعه ويكون جاهز للاستخدام، تمام، على سبيل المثال السيارة، تمام، لازم أنه يتلائم مع متوسط دخل الفرد، مع القيم والمعتقدات الاجتماعية، الأمور التكنولوجية، قوانين البلد وإلى آخره، تمام؟ فهاي نقطة مهمة جدا لازم الشركة تنتبه لها حتى في عملية إيش المفاضلة. فذلك مش فقط أني أركز على متوسط دخل الفرد، لا، طيب ممكن متوسط دخل الفرد يكون عندي منخفض لكن عندي إيش معدل النمو السكاني مرتفع، معناته عندي فرصة أني أستثمر في هذا البلد. لذلك لازم أنا أدرس كل بلد على حدة، كل بلد له متغيراته، له عوامله الخاصة فيه تختلف عن البلد الآخر، اللي هي من ضمنها المتغيرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية وإلى آخره. واضح؟ يعني مش كل بلد متوسط دخل الفرد فيه منخفض معناته في عندي فرصة، لا. إذا متوسط دخل الفرد عندي منخفض وعندي مثلا معدل نمو سكاني مرتفع، إذن هنا تعتبر عندي فرصة. وضحت الفكرة؟ إذن بالمجمل لازم أهم مرحلة نرجع منأكد عليها على السلايد اللي حكيناه، تمام، اللي هو المسح البيئي. لازم أعمل environmental scanning سواء كانت للبيئة الداخلية أو كانت للبيئة إيش الخارجية، تمام. الآن أخذنا البيئة الداخلية وأخذنا إيش البيئة الخارجية، راح أتوقف في هذا الجزء عند البيئة الخارجية، تمام، وأعطيكم فيديو ياريت كلياتنا نركز فيه، تمام، اللي هو بيحكي عن هي زي خلينا نحكي هي عبارة عن كيس ستدي، تمام، بتحكي عن التخطيط إيش الإداري، بتحكي عن التخطيط الإداري. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. يا ريت، يا بتمنى الكل يركز بالفيديو، تمام، بدي الكل يركز بالفيديو. إذا كنت مديراً أو مالكاً لمؤسسة ما، فمن المؤكد أنك ستعمل على استمرار هذه المؤسسة في التقدم والنجاح. ولكن عليك أن تتساءل، ما المستقبل الذي تتمناه لمؤسستك؟ وكيف يتحقق ذلك؟ فأنت مطالب بأن تعرف أين أنت وإلى أين تسير وكيف تسير، وكل ذلك يتطلب معرفة كاملة بقدراتك وإمكاناتك. إن التخطيط الجيد يعد من العوامل التي تؤدي إلى تحقيق النجاح لمؤسسات أشرفت على الانهيار، فأنقذها بعض المديرين الأذكياء بالتخطيط البارع المبني على أسس صحيحة. ويعرف التخطيط بأنه إجراء يتضمن تحديد مجموعة من الافتراضات حول الوضع في المستقبل، ثم وضع خطة تتضمن الأهداف والإمكانات الواجب توافرها وكيفية استخدام هذه الإمكانات بفاعلية. أنا مسؤول. نعم، لقد تقدمنا بأفضل عروض في المناقصات المطروحة لعمل إنشاءات في العديد من الجهات، وكان لذلك الفضل في فوز شركتنا بالمناقصات. أعتقد أن الوضع المالي للشركة سيتحسن بعد إتمام هذه الأعمال. نعم بكل تأكيد، وستكون بداية موفقة. لقد مرت 6 أشهر على بدء العمل بالمشاريع الإنشائية، ومن الواضح أن معدل الإنجاز لن يمكننا من تسليم المشاريع في الوقت المحدد.
هناك تأخر في الإنجاز، وسينتج عنه تأخر في التسليم، وبالتالي توقيع غرامات مالية كبيرة على الشركة. هذا بالإضافة إلى التأثير السلبي على سمعة الشركة ومكانتها. ولكننا كنا نتوقع أن يتم الإنجاز بمعدل أسرع، وأن يتم تسليم المشاريع بالمواصفات المطلوبة في الزمن المحدد. ولكن على أي أساس تم الافتراض والتنبؤ بموعد التسليم؟ هناك مشروعات مماثلة قامت بها بعض الشركات المنافسة وأنجزتها في الزمن المحدد وبالمواصفات المطلوبة، مع العلم أن إمكانات هذه الشركات أقل من إمكانات شركتنا. إذن أين الخلل؟ ما زلنا نعاني نقصاً في الفنيين المدربين لتشغيل بعض المعدات، وقد أدى الاعتماد على فنيين أقل خبرة في حدوث أخطاء في التشغيل وإعادة العمل أكثر من مرة. وهذا من بين الأشياء التي أدت إلى وقت وجهد ضائعين، ومن بينها أيضاً عدم وجود وصف دقيق لمراحل وخطوات العمل. بالإضافة إلى كل هذا، هناك أنواع من التجهيزات والمعدات تزيد عن حاجتنا، في حين يوجد نقص في أنواع أخرى نحن بحاجة إليها. كما أن المعدات المتاحة قديمة نوعا ما، وإذا توفر الحديث منها فسيكون الإنجاز أسرع. كان يجب استشارة العاملين في الموقع في هذا الشأن، بل في كل مراحل وتفاصيل العمل، فكان من الواجب استشارتنا عند وضع الخطة. هذا إذا كان هناك خطة من الأساس. هذه بعض الأسباب والمعوقات التي أدت إلى تأخر الإنجاز، ولكن بالتأكيد ليست كلها. بالطبع، فبالإضافة إلى هذا يوجد نقص في أعداد العمال والمهندسين في بعض التخصصات في مواقع العمل، في حين يوجد زيادة في الأعداد لتخصصات أخرى. هذا مع وجود ضعف في التنسيق بين العاملين في المواقع. كما أن هناك إلزاماً بالتطبيق الحرفي لإجراءات وخطوات العمل دون أي مرونة أو إبداع. لابد من البدء فوراً بوضع خطة للخروج من هذا المأزق. لابد من تخصيص الوقت الكافي والإمكانات اللازمة لإعداد خطة جيدة. نعم، ليخصص لإعداد الخطة شهراً من الآن. بعده سنلتقي لمراجعة التفاصيل النهائية للخطة قبل البدء في التنفيذ. لقد بدأنا بالتعرف على المشكلة والمعوقات التي واجهت مراحل التنفيذ، وتم وضع أهداف انطلاقاً من التزامات الشركة في العقود المبرمة مع الجهات المستفيدة من تنفيذ المشاريع. ثم تم تحليل المشكلة وجمع المعلومات والتنبؤ بما قد يحدث في المستقبل أثناء تنفيذ المشاريع. وقد اتفقنا على مجموعة من البدائل لإجراءات ومراحل العمل لكل مشروع تتضمن المتطلبات في المواقع وخارجها والأنشطة التنفيذية. والمسؤولين عن كل نشاط، وسنحدد معا أفضل هذه البدائل للتنفيذ مع وضع بديل ثاني قابل للتطبيق إذا ما تعثر البديل الأول. ولا يجب أن ننسى المتابعة لجميع مراحل وإجراءات التنفيذ، فعملنا لم ينتهي بالتخطيط. والآن نبدأ اختيار أفضل البدائل لتحقيق الأهداف وإنجاز المشاريع في الموعد المحدد وبالشكل والمواصفات المطلوبة. طيب، بتمنى أنه تكونوا استفدتوا من الفيديو، تمام؟ هو كان عبارة عن شركة وكان في عندها مشاكل في عملية التخطيط، تمام؟ وهاي المشاكل من خلال التخطيط الجيد بعدين حاولوا أنهم يتغلبوا على هذه
معوقة. تمام؟ فبنهاية البارت 1 أو الجزء الأولاني احنا أخذنا مفهوم التخطيط. تمام؟ مهم جدا نعرف مفهوم التخطيط الاستراتيجي ومراحل التخطيط. بدأنا بأول مرحلة اللي هي المسح البيئي. تمام؟ وأخذنا بعدين اللي هي السوات أناليسز. تمام؟ اللي هي نقاط القوة والضعف، strength, weakness, opportunity, threats. بعدين درسنا البيئة الداخلية ودرسنا البيئة الخارجية. تمام؟ راح نتوقف لهون ونكمل إن شاء الله المحاضرة القادمة في الجزء الثاني. تمام؟ Take care about yourself. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.